بالمناسبة احنا هنعمل مش بس الاحتفالية، احنا هنعمل معرض للحرب ديت، هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكوا الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل ده، كتير قوي قوي، من سلاح وزخاير وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط، الناس متعودة أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطائرات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده مستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن، وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري، وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها. فالحمد لله رب العالمين، في المعرض ده إن شاء الله هنوريكم صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك، بالاسم، الاسم والصورة، الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين دول. اوعوا اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني، اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل أكررها لكم، وهتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الإعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات، ده أمر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل، ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه، أرخص تكلفة، تكاليفه قليلة قوي إن أنا أدمر بلد بأهلها. ودايماً هيبقى موجود الكويس واللي مش كويس.